معانا مجموعه من لاعبي النادي الاهلي اللي تم اختيارها وقبولها في قطاع الناشئين النهارده في الاختبارات. خليني في البدايه اروح اتعرف بيهم. ارحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. اسمك ايه؟ مواليد سنه كام وجاي منين؟ ياسين الاسم ياسين احمد زينو، مواليد 2009، جاي من المقطم. قول لي بقى ياسين، انت جاي من الساعه كام وجاي انت ومين، وايه اللي حصل معاك النهارده في اختبارات النادي الاهلي؟ انا جاي من الساعه 7 وجاي انا وبابا وقاعدين من شويه والدنيا حلوه وقاعدين بنلعب. قول لي بقى اختبارات، تم اختيارك في اختبارات النادي الاهلي، اكيد مبسوط وحلمك ان انت تكون لعيب في النادي الاهلي؟ اكيد طبعا، الحلم كبير اي لاعب يلعب في النادي الاهلي. ياسين بقى، بتعرف مين من لعيبه النادي الاهلي نفسك تبقى زي مين ياسين؟ نفسي زي ابقى زي محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب، ماشي ياسين ربنا يوفقك. خلينا نروح بقى للنجم الكبير، عايز اتعرف فيك. اسمك ايه؟ مواليد سنه كام وجاي منين؟ اسمي ادم اسماعيل، مواليد 2009، جاي من حدائق الاهرام. ادم، قول لي بقى، انت جاي هنا من الساعه كام ودي اول يوم تيجي اختبارات النادي الاهلي، ولا انت جيت اختبارات قبل كده؟ لا، انا جيت السنه اللي فاتت وبعديها انا جيت الساعه 9. جيت انت ومين النهارده يا ادم؟ بابايا. قول لي بقى، وانت جاي انت بابا كان بيقول لك ايه في الطريق وانت جاي؟ كان بيقول لي العب بمزاجك، ما تخافش من حاجه. مبسوط النهارده في اختبارات النادي الاهلي ان هو تم اختيارك، واكيد حلمك ان انت تكون لعيب في النادي الاهلي. انت بتحب مين من لعيبه النادي الاهلي ونفسك تبقى زي مين؟ سليمان. خلينا نروح للجميل ده بقى. اسمك ايه ومواليد سنه كام وجاي منين؟ اسمي محمد اكرامي، مواليد 2009، جاي من بنا. منين؟ بنا. جاي انت ومين؟ انا وابويا ومامتي. قول لي بقى، وانت جاي ده اول مره تيجي ولا جيت قبل كده؟ لا، جيت قبل كده السنه اللي فاتت. النهارده اللي اختارك من المدربين وقال لك ايه؟ كابتن محمد سعد. ايوه كابتن محمد سعد. قول لي بقى، انت بتحب مين من لعيبه النادي الاهلي ونفسك تبقى زي مين؟ نفسي اكون زي رمضان صبحي. زي رمضان صبحي. اروح للعيب صاحب القميص رقم 10 بقى. اسمك ايه؟ مواليد سنه كام وجاي منين؟ 2009. اسمي يوسف السيد وجاي من الزقازيق. جاي من الزقازيق؟ جاي خارج من البيت الساعه كام؟ الساعه 4 الفجر. انت ومين؟ بابايا. قول لي بقى، وانت جاي في الطريق بقى بابا قال لك ايه وكان بيكلمك يقول لك ايه؟ كان بابا بيدلني يقول لي العب حلو وما تخافش من اي كوره والعب بمزاجك انت، علشان انت لو لعبت حلو وهم 10 دقايق موت نفسك فيهم. اسالك سؤال، حلم اي حد انه يلعب في النادي الاهلي ليه؟ عشان النادي الاهلي فريق كبير. ايه تاني؟ من زمان جدا وبيطلع ناشئين جميله قوي. طب قول لي، انت بقى بتحب مين من لعيبه النادي الاهلي ونفسك يبقى زي مين؟ زي وليد سليمان. اللاعب بقى اللي لابس قميص بروسيا دورتموند، اسمك ايه ومواليد سنه كام وجاي منين؟ محمود محمد، من جام الزقازيق. انت برضه جام الزقازيق الشرقيه، منين من الزقازيق؟ من تروت. طب قول لي بقى، انت جاي من الساعه كام وجاي انت ومين؟ جاي من الساعه 6. جاي انت ومين؟ انا والكابتن بتاعي. طب قول لي بقى، ايه اللي حصل معاك في اختبارات النادي الاهلي النهارده؟ عايزك تقول للناس كده ايه اللي حصل معاك، انت جيت اختبرت وعملت ايه في الملعب؟ جيت عشان النادي الاهلي كبير ونفسي اكون لاعب فيه. اسمك ايه ومواليد سنه كام وجاي منين؟ اسمي محمد محمود، 2009، جاي من القاهره. قول يا محمد، انت جاي من الساعه كام وجاي انت ومين؟ جاي انا وبابايا وجاي من الساعه 8. قول لي بقى، وانت جاي بقى كان بابا بيقول لك ايه في الطريق، وده اول مره تيجي النادي الاهلي ولا جيت قبل كده؟ كان بيقول لي ركز وما تخافش ابدا وخش اقطع الكوره وما تسيبش الكوره ابدا. قول لي بقى يا محمد، نفسك تبقى زي مين من لعيبه النادي الاهلي؟ زي محمد ابو تريكة. عايز اسالك، اسمك ايه ومواليد سنه كام وجاي منين؟ انا اسمي حسن ومن مصر هنا ومواليدي. اكيد من مصر، كلنا من مصر. منين من مصر بقى؟ من شبرا. من شبرا، تمام. مواليد 2008. 2007؟ 8. 2008. قول لي بقى، جاي بالك قد ايه وجاي انت ومين؟ انا جاي هنا من اول الاختبار. جاي مع بابايا وامي. دخلت كام اختبار لحد دلوقتي؟ الثاني. طب تفتكر مين من المدربين اللي اختارك اسمه ايه ولا انت ما تعرفوش؟ كابتن فتحي مبروك. كابتن فتحي مبروك اللي اختارك؟ اه. قول لي بقى، نفسك تبقى زي مين من لعيبه النادي الاهلي؟ زي محمد ابو تريكه برضه. ليه بقى ابو تريكه؟ كله عمال يقول ابو تريكه، ليه انت ليه عيب الصراحه. وايه تاني؟ وبيعرف يرقص وبيعرف يخش يجيب اجوان.